رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اخبار واخر طبعا بوستات الخاصه بنجوم كره القدم سواء محليا او عالميا. ونبديها بقى النهارده بصفحه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تويتر اللي نشر قائمه الشرف للفائزين بدوري ابطال افريقيا، واللي بتصدر القائمه طبعا النادي الاهلي برصيد 8 القاب. ان شاء الله نحقق كمان اللقب التاسع، كلها كام يوم ويكونوا 9 ألقاب يا رب بإذن الله. كمان محمد شريف لاعب النادي الأهلي نشر صورة على الانستجرام من مباراة امبارح مع الوصل الإماراتي وكتب الحمد لله الخير قادم بإذن الله. نروح للصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، واللي كانت طبعا حريصة أنها تقدم التعازي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، وكتبت جميع من في النادي الأهلي يقدمون التعازي لعائلة نادي ليستر سيتي عقب الحادث المأساوي الذي وقع بملعب كينج فاول. كمان محمد صلاح على صفحته على تويتر كتب يوم حزين حقا لكرة القدم، دعواتي وصلواتي مع عائلة وأصدقاء أولئك الذين توفوا بشكل مأساوي في نادي ليستر سيتي. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على تويتر يشعر الجميع في المان يونايتد بحزن عميق عندما علموا أن رئيس نادي ليستر سيتي وأربعة من رفاقه فقدوا حياتهم بعد الحادثة المأساوية التي وقعت الليلة الماضية، خالص تعازينا لعائلتهم وأصدقائهم. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على تويتر يشعر الجميع في نادي تشيلسي بالصدمة والحزن الشديد لمعرفة وفاة 5 أشخاص في مدينة ليستر سيتي يوم السبت الماضي بما فيهم رئيس النادي، تعازينا في هذا الوقت الحزين لكل المتضررين. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تويتر عائلة باريس سان جيرمان تشعر بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المأساوية التي أودت بحياة مالك نادي ليستر سيتي، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء جميع الضحايا. برضو نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لرئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي وكتبت بعد أن عاد البسمة أو عاد الأمل لجمهور كرة القدم وجعلهم يحلمون من جديد، فيتشاي رئيس نادي ليستر سيتي يرحل عن عالمنا في حادث مأساوي. كمان برضو سيرخيو أجويرو نجم مان سيتي الإنجليزي حرص أنه يقدم التعازي في وفاة رئيس نادي ليستر سيتي، فنشر بيان النادي الرسمي اللي أعلن فيه وفاة الرئيس على تويتر وكتب خالص التعازي لكل عائلة ليستر سيتي، قلبي يساندكم. كمان نشر ديفيد دخية حارس مرمى المان يونايتد البيان على صفحته برضو على تويتر وكتب خالص التعازي لعائلة ليستر سيتي، وإحنا هنا في قناة برضو النادي الأهلي أكيد بنقدم خالص التعازي لنادي ليستر سيتي. نروح بقى للكلاسيكو، كلاسيكو الأرض امبارح، يعني مباراة أكيد مخيبة لأمال كل المدريدية، وكانت مباراة سعيدة على برشلونة أو البرشلونوية. يعني اللقاء برضو كان بينقصه الكثير، كان بينقصه من ريال مدريد كريستيانو رونالدو ومن برشلونة ميسي. أكيد مباراة يعني كنت متخيل انها تكون ملهاش طعم، لكن برضو كان ليها طعم مختلف. طيب الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على انستجرام نشر فيديو بقى عن الكلاسيكو، نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. نجم برشلونه لويس سواريز واللي تألق امبارح واحرز هاتريك نشر على الانستغرام صوره ليه من المباراه وكتب سعيد جدا بمساعده الفريق، لقد ادينا مباراه رائعه واشكر عائلتي على دعمهم المستمر لي واشكر المشجعين على مساندتنا. كمان نشرت الصفحه الرسميه للليغا على الانستغرام صوره لسواريز وعلقت عليها وقالت عندما تكون نجم الكلاسيكو. نشر النجم الارجنتيني ميسي واللي غاب عن اللقاء، طبعا هو غاب بسبب الاصابه زي ما انتم عارفين، نشر صوره على الانستجرام من المباراه وكتب الاحتفال بالفوز الكبير والثلاثه اهداف الرائعه تهانينا للجميع.
نشر كمان فيدال نجم برشلونه صور على تويتر من الكلاسيكو اللي احرز فيه الهدف الخامس وكتب ليله رائعه من ملعبنا معا حتى النهايه فوز جيد للفريق. كمان نشر كوتينيو اللي احرز هدف صور على الانستغرام وعلق عليها وقال المجد لله دائما تهانينا لسواريز على الهاتريك. وكتب كمان آرثر مايلو لاعب برشلونه على تويتر اول كلاسيكو يبقى في الذاكره للابد مباراه رائعه لفريقنا. نشر جودي ألبا على الانستغرام الخاص بي صور من الكلاسيكو وكتب دائما احتفال خاص عمل رائع من الفريق وسنستمر كذلك شكرا على دعمكم. كمان إيفان راكيتيتش نشر صورة مع سواريز على تويتر وكتب فخور بهذا الفريق شكرا لمشجعين العظماء. صفحة بلاتشر فوتبول بقى على انستغرام نشرت فيديو لجماهير برشلونة تحت عنوانها لقد فعلوها اليوم. تعالوا نروح نشوف الفيديو. ومن الكلاسيكو نروح للارسنال اللي تعادل امبارح مع كريستال بالاس 2-2 في البريمير ليج ونشرت الصفحه الرسميه للنادي على الانستغرام صوره من المباراه وكتبت ليس هذا ما جئنا من اجله لكننا سنكون جاهزون لتحقيق الفوز يوم الاربعاء. ارسنال عندهم ماتش طبعا مهم جدا هيكون قصاد بلاكبول في دور ال 16 لكاس الرابطه الانجليزيه. كمان نشر أوناي أمري المدير الفني للجانرز صورة لي من المباراة على تويتر وكتب إنها ليست مجرد نقطة إنها جزء من تقدمنا للأمام. برضو أوباميانج نجم الجانرز نشر صورة على صفحته على الانستغرام من المباراة وكتب ليست نتيجة جيدة ولكننا مستمرون في الاستعداد لمباراة الأربعاء. ومن تعادل أرسنال لفوز تشيلسي الكبير على بيرني 4-0 نشر ألفارو موراتا صور على انستغرام من المباراة وكتب نتيجة رائعة نحو تحقيق لقب البريمير ليج سعيد بالثلاث نقاط وبمساعدة الفريق بإحراز هدف آخر. وفي مانشستر يونايتد مان يونايتد كسب امبارح ايفرتون 2-1 نشر بول بوجبا نجم المان يونايتد والأحرز طبعا الهدف الأول صورة من المباراة على انستغرام وعلق عليها وقال نتيجة رائعة للأمام إن شاء الله ونستعد للمباراة القادمة. كمان نشر أنطونيو مارسيال اللي أحرز الهدف الثاني صورة على تويتر من احتفاله بالهدف وكتب بوست كبير شكرا جماهيرنا على دعمكم الرائع. من انجلترا بقى هنطير لفرنسا بالتحديد لباريس سان جيرمان واللي قدر ان هو يحقق الفوز بره ملعبه في الكلاسيكو الفرنسي قدام مارسيليا 2-0 نشر الايطالي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صوره من المباراه على الانستغرام وكتب بعديها او اخر عقبه نتخطاها. كمان نشر امبابي نجم الفريق الباريسي اللي احرز الهدف الاول صوره على الانستغرام وكتب ها هي باريس. طبعا زي ما كان بيقول نيمار دا سيلفا ان هم طبعا هناك تعرضوا للهجوم الشرس من جماهير مارسيليا كانوا بيرموهم بازايز الميه والحجاره. طيب دلوقتي بقى ميعادنا مع فاصل هنطلع من الفاصل ده وهنرجع لكم تاني مع استاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الاهرام خليكم معانا.